المواطنين في هذا العيد يحاولون بقدر الامكان انه بما لديهم من شغف للعيش وقدرة على مقاومة اسباب الموت وصعوبات الحياة، يحرص اليمنيون على الابتهاج بعيدهم وان بفرحة منقوصة جراء الوضع الاقتصادي الصعب وما خلفته الحرب من اوجاع على حياتهم. رغم الظروف اللي تعيشها البلاد الاقتصادية والحروب، الا ان فرحة العيد موجودة في ابتسامة كل المواطنين. المعاناة التي يعيشها سكان المدن المنكوبة بالحرب لا تخفى على أحد. تفاقم الوضع الإنساني أصبح كارثيا في بعض المدن كتعز والحديدة. صح إن في حزن في كل بيت، في من فقد أخوه، في من فقد أمه، في من فقد أب أخ، أي سواء من أي فرد من العائلة، بس مع هذا كلهم متعايشين وناسين وعادي ومستمرين يعني. إلا أن اليمنيين ولسان حالهم من لم تقتله الحرب قتلته آثارها المميتة، فأوجه عسر الحال تضيق فتسرق عليهم مباهج العيد، بدءا من اتساع رقعة البطالة والارتفاع المتسارع للأسعار وأزمة السيولة التي تعصف بالاقتصاد اليمني والتي تسببت بتأخير رواتب الكثير من موظفي القطاع العام، وهو ما يلقي بظلاله السيئة على يوميات العيد. والله الشعب اليمني أصبحت الآن يعني مرتفعة جدا بسبب استيلاء الميليشيات على الوضع على البنك المركزي والهيمنة على الوضع الاقتصادي في الجمهورية بشكل عام. أصبحت يعني النسبة الشرائية للمواطن أصبحت قليلة جدا. أجواء العيد في الأسواق التي شهدت حركة الحياة ومفردات البيع والشراء والزيارات بين الأسر، يحرص فيها اليمنيون على الحفاظ على أبجديات العيد المتعارف عليها. نقضي العيد في زيارة الأهل والأصدقاء وكما هي العادة، وفي المناسبات في اليمن رغم المصاعب التي يعانيها اليمن والمشاق والألم الذي يعتصر الجميع، إلا أننا نحاول أن نصنع البسمة في شفاه الأطفال. ورغم الفقدان تمضي الحياة لتنتصر على آلة الموت التي وجهتها الميليشيا الإنقلابية إلى حياة اليمنيين ومدنهم، لتؤكد أن منطق الحياة والسلام أعلى وأبقى من منطق دعاة الموت وتجار الحروب.